بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ في موضوع جديد في الاقتصاد الجزئي، وهو توازن المستهلك باستخدام فكرة المنفعة الحدية. نتناول في هذا الفصل أولا قانون تناقص المنفعة الحدية، ثانيا الأحوال التي لا يسري فيها قانون تناقص المنفعة الحدية، وأخيرا توازن المستهلك باستخدام فكرة المنفعة الحدية. أولا قانون تناقص المنفعة الحدية. بينص قانون تناقص المنفعة الحدية على أنه كلما تزايدت عدد الوحدات المستهلكة من سلعة ما، كلما تناقصت المنفعة الحدية له. فمثلا نجد أن كوب الماء الأول للصائم يعطي له إشباع يفوق الكوب الثاني، والكوب الثاني يعطي له إشباع يفوق الكوب الثالث، وهكذا. وهذا معناه أن احنا كل ما بنزود استهلاكنا من سلعة، كل ما المنفعة الحدية تتناقص. يعني انا لما اجي اشرب اول كوبايه ميه منفعتها كبيره جدا، الكوبايه التانية تبدا المنفعه عندي تقل، المنفعه الكوبايه التالتة تبدا المنفعه تنخفض، وممكن لو استمريت في شرب الماء بعد كده المنفعه تفضل تقل لحد ما تبقى سالبه، ممكن بعد كده معدتي تتعبني والمنفعه تكون سالبه. ويقصد بالمنفعه الحديه هي منفعه الوحده الاخيره التي يتوقف عندها المستهلك. فإذا توقف المستهلك عند الكوب الرابع، فإن منفعة هذا الكوب تسمى بالمنفعة الحدية، أو هي منفعة الوحدة الواحدة. وليس شرط أن تكون دائما المنفعة الحدية موجبة، زي ما قلنا قبل كده إن ممكن لو أنا فضلت أشرب في مية ممكن بعد كده المنفعة تبقى سالمة سالبة ونشعر بألم شديد، هنا تكون المنفعة الحدية سالبة. ولو حبينا نصور قانون تناقص المنفعة الحدية بيانيا من خلال الشكل اللي أمامنا، على المحور الرأسي وحدات الإشباع، والمحور الأفقي وحدات السلع المستهلكة. نجد أن هنا أول وحدة منفعتها كبيرة جدا، الوحدة التانية منفعة ابتدت تتناقص، الوحدة التالتة تتناقص، والرابعة المنفعة الحدية في تناقص مستمر، وهذا ما يعبر عن تناقص المنفعة الحدية. وعلى الرغم من تناقص المنفعة الحدية، إلا أن المنفعة الكلية بتتزايد، حيث تعبر المنفعة الكلية هي عن مقدار الإشباع الكلي أو مجموع المنافع الحدية التي يحصل عليها المستهلك من الوحدات المتتالية. يبقى إذا المنفعة الكلية هي عبارة عن مجموع المنافع الحدية، يعني لو أنا خدت كوبايتين مية يبقى هجمع المنفعتين أو المنفعة الحدية لكل كوباية عشان أوصل للمنفعة الكلية. ولو جينا نعبر عن تزايد المنفعة الكلية، هنجد إن الوحدة الأولى منفعتها الكلية قليلة، الوحدة التانية منفعتها كبيرة لأن أنا بجمع الوحدة التانية زائد الأولى، الوحدة التالتة منفعتها تبدأ تتزايد، بجمع التالتة والتانية والأولى، وهكذا تتزايد المنفعة الكلية مع زيادة الوحدات المستهلكة. ويمكن التعبير عن تناقص المنفعة الحدية وتزايد المنفعة الكلية في صورة شكل بياني كما يلي. نجد إن المنفعة الكلية تتزايد مع زيادة الوحدات المستهلكة، أما المنفعة الحدية فهي تتناقص مع تناقص الوحدات. رابعا الأحوال التي لا يسري فيها قانون تناقص المنفعة الحدية. توجد العديد من الحالات التي لا يسري فيها قانون تناقص المنفعة الحدية، وتتمثل أهم هذه الحالات فيما يلي: أول حاجة تغيير ظروف المستهلك، 2 عدم وصول المستهلك للحد الأنسب، 3 ظهور استعمالات جديدة للسلعة، 4 حالة تكامل السلع مع بعضها. وفيما يلي شرح كل حالة بالتفصيل. أول حاجة تغيير ظروف المستهلك. نجد أن قانون تناقص المنفعة الحدية لا يسري في حالة تغيير ظروف المستهلك من حيث تغيير الأوقات التي تتم تناول استهلاك السلع خلالها. فمثلا إذا تناول المستهلك 3 أكواب من الماء على 3 وجبات في أوقات مختلفة، فليس من المعقول أن نقول أن منفعة الكوب الثاني اللي في وجبة العشاء هي أقل من منفعة الكوب الأول في وجبة الغداء، لأن ظروف المستهلك هنا مختلفة. يعني مينفعش أجي أقول إن كوباية الماية اللي شربتها الصبح هي منفعتها أكبر من كوباية الماية التانية اللي شربتها وقت العشاء أو بالليل، لأن هنا الظروف المستهلك مختلفة. الحالة التانية التي لا يسري فيها قانون تناقص المنفعة الحدية هي عدم وصول المستهلك للحد الأنسب. فقانون تناقص المنفعة الحدية لا يسري في حالة عدم وصول المستهلك للحد الأنسب من السلع المستهلكة. فمثلا بافتراض أن هناك مسافر كاد أن يهلك من الظمأ، عطشان جدا، فالجرعة الأولى من الماء التي يتناولها لا يمكن أن تكون منفعتها الحدية أكبر من الجرعة التانية، لأنه لو ما خدش الجرعة التانية ممكن يموت طالما أنه هو في ظروف غير عادية من العطش. ولذلك فنجد أن الجرعة التانية هتكون منفعتها أكبر من الجرعة الأولى. الحالة الثالثة هي ظهور استعمالات جديدة للسلعة. فقانون تناقص المنفعة الحدية لا يسري في حالة تعدد استعمالات السلع،
فالمية مثلا المستهلك ممكن يستخدمها في الشرب وممكن يستخدمها في غسيل الأواني، فما ينفعش أقول إن الكوب الأول اللي تم استخدامه في الشرب منفعته أكبر من الكوب التاني اللي تم استخدامه في غسل الأواني، فهنا لا يسري. الحالة الرابعة والأخيرة من الحالات التي لا يسري فيها قانون تناقص المنفعة الحدية هي حالة تكامل السلع مع بعضها البعض. فقانون تناقص المنفعة الحدية لا يسري في حالة تكامل السلع مع بعضها. السيارة مثلا ليها 4 عجلات، ما ينفعش أقول إن العجلة الأولى منفعتها أكبر من العجلة التانية أكبر من العجلة التالتة وهكذا، فهنا لا يسري قانون تناقص المنفعة الحدية. آخر حاجة في الفصل توازن المستهلك باستخدام فكرة المنفعة الحدية، عاوزين نعرف إيه هو شرط التوازن. يتحقق توازن المستهلك عندما يتمكن من إشباع رغباته من السلع والخدمات في ضوء دخله النقدي المحدود وفي ضوء أسعار تلك السلع. ويمكن توضيح التوازن في حالة استهلاك سلع واحدة كما يلي: إن شرط التوازن في حالة استهلاك سلع واحدة هو إن المنفعة الحدية للسلعة المكتسبة تتساوى مع ثمن السلعة نفسها. أما إذا كان المستهلك ينفق دخله على مجموعة من السلع، فإن شرط التوازن هنا عبارة عن إن لازم منفعة الحدية أو المنفعة الحدية لكل سلعة بالنسبة لتمنها تتساوى مع المنفعة الحدية للسلع الأخرى بالنسبة لتمنها، وكل ده يتساوى مع المنفعة الحدية للنقود. فمثلا لو عندي سلع ألف وسلع ب، فشرط التوازن هنا إن المنفعة الحدية للسلع ألف على تمن ألف يتساوى مع المنفعة الحدية للسلع ب على تمن ب، كل ذلك يتساوى مع المنفعة الحدية للسلع جيم مع تمن جيم، كل ذلك يتساوى مع المنفعة الحدية للنقود. وبكده يبقى احنا انتهينا من فصل توازن المستهلك باستخدام فكرة المنفعة الحدية، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.